الرحمن الرحيم. نبدأ الوقائع المؤتمر الصحفي مع النقيب عثمان الشريف نقيب المحامين السودانيين ونقيب مازن أرشدات نقيب المحامين الأردنيين ونخبة من أعضاء المكتب الدائم عن مصر والسودان والأردن. هناك مشروع لبيان تم التوافق عليه بين نقابتنا الثلاث للحفاظ على المشروع السوداني ثورة وتنمية واستقلال واستقرار. هنقرأ المشروع ثم أمامكم النقيبين لتوجيه الأسئلة المرجوة أو المطلوبة للرد عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادرة نقابات المحامين العربية تجاه الوضع السياسي والدستوري في جمهورية السودان. القاهرة 14 يوليو 2019. انطلاقا من مسؤولياتها القومية والوطنية التاريخية تجاه قضايا الأمة العربية والوطن العربي الكبير والذي تواجهه الشعوب العربية وتتأثر به سلبا في معاشها وثقافاتها وتطلعاتها نحو الحياة الكريمة والأمن والاستقرار وتحقيقا لواجباتها ومهامها القومية والوطنية المنصوص عليها في أنظمتها وقوانينها الأساسية ومواثيقها الأخلاقية لممارسة المحاماة وتقاليدها المهنية المستقرة عبر الحقب المختلفة، وتقديرا منها للإنجازات والمكاسب السياسية والحقوقية التي حققتها الثورة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر 2018 وتكللت بالنجاح في أبريل 2019 بعد الانحياز الثوري الذي قام به الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى. وبعد الاستماع إلى التقرير الوافي الذي قدمه السيد نقيب المحامين السودانيين والآراء الدستورية والقانونية المختلفة التي استندت إلى مخرجات اللقاء التشاوري الواسع الذي نظمته نقابة السودان مع كبار المحامين وأساتذة القانون والباحثين والمستشارين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وبناء على التقارير والمعلومات الواردة بخصوص مسارات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير والإعلان عن الاتفاق الذي توصل إليه بتقاسم السلطة في مستويات الحكم الانتقالي المختلفة، تعلن نقابات المحامين في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية السودان مبادرة نقابات المحامين العربية على النحو والبنود التالية: أولاً، الضرورة التاريخية للحفاظ على حدود ووحدة التراب السوداني وتحصينه ضد التقسيم والتشرذم إلى دويلات أو مناطق متناحرة أو تهديد النسيج الاجتماعي والتماسك القومي للدولة السودانية. ثانياً، الانحياز الكامل والتأييد المطلق لثورة الشعب السوداني وتطلعاته نحو حياة كريمة حرة في وطن آمن مستقر وفي ظل دولة مدنية ذات سيادة يحكمها القانون والعدل والمساواة والتنمية المتوازنة بين المركز والأطراف. ثالثاً، التأييد الكامل للاتفاق المعلن بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بتقاسم السلطة في مستويات الحكم المختلفة وبرعاية الوسيط الأفريقي، مع التأكيد على ضرورة استكمال صياغة الاتفاق في شكله السياسي والدستوري بأسرع ما يمكن مع مراعاة إشراك القوى السياسية الثورية الأخرى في المستويات كافة. رابعاً، التأكيد على ما ورد بمشروع الوثيقة الدستورية الانتقالية الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين كمشروع دستور مؤقت شامل للحقوق والحريات والواجبات وبيان مؤسسات الدولة ومستويات الحكم الثلاث دونما مساس بمبدأ الفصل بين السلطات وصولا لسيادة حكم القانون. خامساً، دعوة الأطراف السودانية كاملة إلى اعتماد مشروع وثيقة الدستور الانتقالي المقترح من نقابة المحامين السودانيين كوثيقة أساسية للبناء عليها وتطويرها نحو دستور انتقالي أو إعلان دستوري انتقالي. سادساً،
العمل على إيجاد التشريعات اللازمة الضامنة لانتخابات حرة نزيهة وضمان عدم الإقصاء أو أي عزل سياسي لأي طرف كان لأي طرف كان، وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان. سابعا، ضرورة إيجاد التشريعات لمكافحة الفساد وتطوير البنية القانونية لتشريعات مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والمحسوبية والاستغلال وانتهاك العدالة الانتقالية كطريق لتحقيق العدل والسلام والأمن. ثامنا، الإسراع في تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم القتل والأذى والتعذيب والتخريب منذ اندلاع الثورة وحتى أحداث 30 يونيو، وإتاحة كل الصلاحيات ووسائل العمل دون المساس أو التدخل في سلطات النيابة في مراحل التحري والتحقيق، مع التأكيد على احترام استقلال النيابة والقضاء. تاسعا، اعتبار هذه المبادرة مفتوحة للانضمام إليها من طرف النقابات العربية للمحامين والجمعيات الحقوقية ضمانا للقاعدة الشعبية الواسعة حولها. عاشرا، الطلب من جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب اعتماد هذه الوثيقة واعتبارها وثيقة من وثائقها، وكذلك طلب من جميع الجمعيات الدولية والإقليمية باعتماد هذه الوثيقة والعمل بها. أعلنت هذه المبادرة في مدينة القاهرة جمهورية مصر العربية 14 من شهر يوليو 2019، ووقع عليها كل من سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مازن أرشيدات نقيب المحامين الأردنيين، عثمان محمد الشريف نقيب المحامين السودانيين. احنا هنوقع الوثيقة الآن ثم نفتح الحوار مع حضراتكم.